السلام عليكم ورحمة الله. كدرينا الأصدقاء، كدرينا العشران، كدرين الوالدين ديولكم، كدرين الوليدات ديولكم، كدرين الخوت، كدرين العشران، كدرين الحباب. كنشكر كلهم خوتي المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. هاد الخير كنهديه لخوتي المغاربة، وكنهديه للشعب الصحراوي. وهاد الخير كنوجه الميساج، الرسالة ديالي للعسكر. هادشي الرسالة كنوجهها للعسكر. الصحراء مغربية، وهاد الخير، هاد الخير كنوجهو للعسكر ديالنا. هاد الخير كنوجدو للعسكر ديالنا. كما قلت لكم الإخوان، العسكر عندنا كنوجه لكم هذا الخير. كنوجه لكم هذا الخير، هو كنوجهه للعسكر والضباط والجنينرات. كما قلت لكم الخوت، الصحراء مغربية، الصحراء مغربية، والصحراء شكون اللي كان خارج عليها ومكالينا؟ كانوا مكالينا هما الناس ديال اوروبا الميريكان، هما اللي كانوا مكالين على البيزاريو. ولكن دابا كما قلت لكم بانت الحقيقة، هاد كورونا، هاد كورونا بينت الحقيقة، هاد كورونا بينت الحقيقة. تنزل اوروبا اليهود ولاو كيعترفوا بالله، هاد كورونا بينت الحق. ايوا كما قلت لكم الاخوان، دابا كما قلت لكم الناس كلشي دابا اعترفوا بان الصحراء راه مغربيه. ايوا دابا الحرب والقتال، الحرب والقتال، الحرب والقتال. بغينا العسكر ديال البيزيارو، بغيناكم تسقطوا النظام ديالو. العسكر ديال البيزاريو خصو يتسقط. كنطالب بالعسكر ديالنا، خصكم ما تريتيوش الحرب والقتال، دخلوا عليهم حتى القشالي، دخلوا عليهم حتى القشالي، طيحوا لهم دوك الكاريطات وتفرقعوا لهم دوك القشالي، وتفرقعوا لهم دوك الدبابات ودوك الطنوقة ودوك السناح بالرجولة. هذه رسالة للعسكر ديالنا. وواحد القضية كما قلت لكم، العسكر ديال، العسكر ديال، العسكر ديال ديال البيزاريو ما عندوش كما قلت لك المعلومات ديال الحرب بالرجولة، ما عندوش المعلومات ديال الحرب، ما عندوش المعلومات ديال الحرب، فهمتي؟ العسكر ديالنا عندو المعلومات، عندو المعلومات ديال الحرب. علاش عندو المعلومات ديال الحرب؟ لأنه هو كاع الدول شارك فيهم العسكر ديالنا. كاع الدول، كاع الدول العسكر ديالنا شارك فيهم في الحرب ديالهم، لأنه العسكر ديالنا كما قلت لكم عندو تدريب على الحرب، عندو تدريب على الحرب، وعندو تجارب على الحرب، عندو الحرب مع الجو ومع البر. وعندهم حتى الحرب داكشي ديال الجبال وداكشي ديال الغابات. كما قلت لكم اي اخوان، كنطالب بالعسكر ديالنا الصحراء حضي، ولا تكون شي شتاء، الا تكون شي شتاء راه الشتاء جاي هذا العام تبارك الله، حضي ولا تكون شي شتاء، وحده ولا يكون شي ثلج، ولا لا يكون شي تبروري ولا شي حاجه خطيره تكون في الصحراء، ويغرقوا لكم الدبابات وتكرفصوا، وداك السناح يتكرفص لكم، يفزق لكم داك السناح وتشعوجوا.
كنطالب العسكر ديالنا ضروري خاص يكونوا عندكم الملابس ديال الثلج وديال الشتاء وتكونوا دايرين اتانسيو لانه هو الشتاء والعاصفه الا كانت شي عاصفه قويه والقويه هو الله ولا الا كان الثلج هذاك الشيء اكثر من الحرب كنوجه للرساله ديالي كما قلت لكم العسكر ديالنا يكون على القرص وجدوا الماتريان كما قلت لكم لا تكون شي شتاء ولا لا يكون شي ثلج في الصحراء والحرب والقتال كيقول لك يديها زعيم ولا يديها كريم ولا يديها مرضي الوالدين وان شاء الله مني غتربحوا الحرب الا ربحتوا الحرب وانتصرتوا هذا العسكر ديالنا وانتصرتوا والصحراء المغربيه راكم غتاخذوا الزائزه ديالكم العسكر كامل ياخذ الزائزه ديالو ايوا كما قلت لكم ها انا كنوجه هذا الخير للعسكر الخير كنوجدوا للعسكر والناس ديال الصحراء بلا جردة تبارك الله كي دايره الخير ديال الله سبحانه هادو الكيران اللي واقفين هنا ان شاء الله بحول الله هادو الكيران واقفين هنا هادو الكيران واقفين هنا غادي يديو الشعب للصحراء غايديو الشعب المغربي الصحراء ندافعو على بلادنا المغربية والصحراء المغربية حنا رسالة لمحمد السادس بغيناك تعطينا الكيران بحال ما هادو حنا ولاد الشعب حنا رسالة لمحمد السادس بغيناك تعطينا الكيران بحال ما هادو تعطيهم لولاد الشعب لولاد الشعب بغينا تعطينا الكيران بحال ما كنمشيو للصحراء ندافعوا على بلادنا المغربية بغيناكم حنا تعطيونا الكيران وتعطيونا السناح وتركبونا في الكيران وتعطيونا الكسوة ديال الارمي وتلقونا في الصحراء ندافعوا على بلادنا المغربية حنا ولاد الشعب حنا كاع ولاد الشعب بغينا نضحيو بالاعمار ديالنا على ودي الصحراء المغربية انه علاش حنا الحقرة ما كنبغيوهاش الحقرة ما كنبغيوهاش هاد الورد وهاد الخير كنوجهو كلهم لخوتي المغاربة داخل الأرض الوطن وخارج الأرض الوطن نساء ورجال كلكم كنوجه لكم هاد الخير ديال الله سبحانه وكندعم على العسكر الله يحفظكم والله يطول لكم العمر والله يخلي لكم الوليدات والوالدين ديالكم والله يديكم في النجا ويردكم في النجا على جردة تبارك الله كي دايره منتزه الخير كما قلت لك كنوجهو للعسكر كنوجهو للعسكر والضباط والجنينارات انا خير الله يعطيكم الخير في الجنة والله العسكر كامل الله يعطيكم مقامكم في الجنة انا كنوجه لكم الوريضات من عدي
يلا بارطاجيو هاد الفيديو، الله يسهل عليكم في الدنيا وفي الاخره.